صافي. بالنسبه للديري ديال التدخل ديال شاحنه الاطفاء غادي يولي 5 دقائق، يعني من 40 دقيقه ولا 5 دقائق. بالنسبه لهذا الشوطر هذا، بالنسبه للوري البشري اللي كاين فيه كوموندون وثلاثه ديال العناصر، بالنسبه ليزانترفونسيون اللي كنا درنا حنا قبل ما يتم الانشاء ديال هذا الشوطر هذا، كانوا في هذه السنه هذه ثلاثه ديال الحرائق في لازون. بالنسبه للتدخل اللي صار في الاسعاف فكانوا 142 تدخل فيهم لي بليسي لي زاسبيكسي لي ماليز لا كوشو. حركنا جينا البارح راه غير البارح حنا درنا ثلاثة ديال في نفس الوقت يتم التكشين بالنسبة للبور الميناء، هذا السونتر ديال الميناء فيه دري هذا الكاميون هذا ديال الهدية، هذا دري اكستنكتور يعني من الشاحنات اللي عندهم فيه ثلاثة ديال المواد ديال الإطفاء. وبالنسبة لنا حنا الوقاية المدنية عندنا فقط ثلاثة، ولكن بالنسبة للفلاين كير جميع المواد فيهم هذا النوع ديال الشاحنات، اضافه للسير الى كل ساعه اللي مجهزه بالمعدات اللازمه للتدخل. السيد المدير غادي يكمل. بالنسبه للمقر ديال التكنات المدنيه من الامن نزلت الوكاله الوطنيه في واحد الاطار ديال الاتفاقيه المبرمة ديال الوكالة الوطنية والوكالة المدنية، فهو من أجل المساعدة فيما يخص السلام الدولي والخطر الحراري والانفجار في المملكة، ومنها كنز هذا المقر الهدف ديالو اننا نقربوا الخدمات ديال الوقايه المدنيه من المعنيين والمستخدمين. هي كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين الافاضل، حنا الان في كتمات الوقايه المدنيه بمدينه قنيطره، نواحي مدينه قنيطره عفوا، بالضبط ولاد بورحمه. كيف ما كتشاهدوا حنا الان دائما عن مع المباشر متابعين ومتابعات قناة شوف في قناة الشعب. كيف ما كتشاهدوا معنا المتابعين
في بلاد بورحمة، متابعين متابعة قناة شفتي قناة الشعب. إذا السيدة آمين والوفد من معه. هذه قاعة العروض كيفما كتشاهدوا معنا متابعينا الافاضل، دائما معكم المباشر. إذن ما بقى لي إلا نقول لكم شكرا على المتابعة، وإلى اللقاء.